جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب تائب وعلي دين ولم أجد شيئا أسدد الدين، وأنا محتار في هذا الأمر، وما هي شروط التوبة الصحيحة؟ التوبة بابها مفتوح ولله الحمد، عليك أن تتوب إلى الله توبة صحيحة، وشروطها معروفة ثلاثة: أولا أنك تترك الذنوب ولا تتوب بلسانك وأنت مقيم على الذنوب، بل تترك الذنوب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تعزم أنك ما تعود إليها في المستقبل. الشرط الثالث أن تندم على ما حصل منك وتستغفر، ودائما إذا تذكرت الذنوب تستغفر وتندم، وإذا كانت المظلمة بينك وبين الناس الذنب هذا ظلم للناس، فالشرط الرابع أن تتحلل منهم، تطلب منهم المسامحة، أو أن تمكنهم من القصاص من نفسك. هذه أربعة شروط في توبة من مظالم العباد. أما فيما بين العبد وبين الله فالتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم أن لا يعود، والندم على ما فات. وأما الدين، إن كنت موسرا تقدر على السداد يجب عليك أن تسدد، ولا يجوز لك أن تماطل، بل الدين أمره خطير جدا، لأنه حق من حقوق العباد، ولا يسقط إلا بعفوهم ومسامحتهم أو إعطائهم حقوقهم، وإلا سيقتص منك يوم القيامة، فحقهم لا يسقط إلا بتسديده أو بمسامحتهم إذا سامحوا. أما إذا كنت لا تقدر على التسديد فالله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتصبر إلى أن ييسر الله لك التسديد، لكن مع العزم على التسديد إذا قدرت.